أغلق رسمياً الميركاتو الصيفي في الدوريات الخمس الكبرى وباقي الدوريات البارزة، وقد كان شاهداً على نجاح العديد من الأندية في حسم صفقات كبرى، على غرار مبابي إلى ريال مدريد، وألفاريز إلى الجار أتلتيكو، وأولمو إلى برشلونة، وكالافيوري إلى أرسنال. لكن في الآن ذاته شهد حدوث صفقات مفاجئة وبعضها صادم لأسباب مختلفة، خصوصاً في الساعات الأخيرة لميركاتو الصيف. لذا في فيديو اليوم من قناتكم ميد سبورت سنعرض لكم أكثرها غرابة وإثارة للجدل تحت عنوان أبرز سبع صفقات مفاجئة وصادمة تمت بالميركاتو الصيفي. قبل أن نواصل هذا الفيديو، لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديد ميد سبورت. متعب الحربي إلى الهلال. بعدما كان كل شيء يشير إلى انتقال الظهير الأيسر السعودي إلى النصر في ظل اتفاق العالم بشكل نهائي مع اللاعب وناديه الشباب، فاجأ الأخير الجميع بالتراجع عن الصفقة مع المغالاة في مطالبه، ليتدخل الهلال فوراً ويظفر بها بمبلغ ضخم مع إعارة لاعبه مصعب الجوير للشباب، في سيناريو درامي دفع أنصار الزعيم للسخرية من محبي النصر. وكان لتدخل العضو الذهبي للهلال الوليد بن طلال دوراً حاسماً بعدما تكفل بقيمة شراء صاحب 24 عاماً مقابل 123 مليون ريال سعودي أو ما يعادل 29 مليون يورو كأغلى صفقة محلية بالدوري السعودي، وهو رقم يبدو مبالغاً فيه، خاصة وأن قيمة اللاعب السوقية وفقاً لموقع ترانسفير ماركت تقدر ب 800 ألف يورو فقط. لكن ما يثير القلق هو أن حسان تنبكتي صاحب الرقم القياسي السابق لأغلى صفقة محلية بعد انتقاله بصيف 2023 من الشباب للهلال أيضاً مقابل 90 مليون ريال سعودي، قضى الموسم حبيساً لدكة البدلاء ولم يشارك إلا في مناسبات قليلة عند إصابة أو إيقاف أحد المدافعين الأساسيين، ما كلفه الاستبعاد من قائمة الأخضر السعودي في المعسكرات التي تمت بالعام الحالي. فهل سيكون الحرب استثناءً؟ أم سيكون الضحية التالية للقب أغلى صفقة سعودية؟ سفيان أمرابط إلى فنربخشة. بعد بداية متذبذبة بصم النجم المغربي على نهاية مثالية كمعار مع مانشستر يونايتد بالموسم الماضي بمساهمته في فوز الفريق بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب السيتي، ليترك انطباعا جيدا لدى الجميع، ما أوقظ لديه شعلة الأمل بإمكانية تحرك اليونايتد لتفعيل خيار الشراء في عقده من فيورنتينا، كما دار حديث جدي عن اهتمام أتلتيكو مدريد ثم يوفينتوس. لكن في النهاية وقبل غلق نافذة الميركاتو أدرك سفيان بأن اليونايتد لن يأتي من أجله، فجاء قرار الرحيل المفاجئ كمعار إلى فنربخشة بإعاز من مورينيو مع إلزامية الشراء في خطوة أثارت استغراب وقلق محبي النجم المغربي ممن وصف انتقاله لتركيا بمثابة خطوة للوراء، وقد تكون البداية لتراجع في مسيرته بدوري أقل تنافسية وقوة من الإنجليزي والإيطالي. وبرر صاحب 28 عاماً قراره بالقول: حين يرغب في خدماتك مدرب مثل سبيشال وان من الصعب جدا أن تقول لا. تحدثنا سابقا ولن أنسى أبدا كلماته حين قال أنني لاعب رائع وأنه يرغب حقا في العمل معي. سكوت ماكتوميناي إلى نابولي. يقول ريو فيرديناند مدافع اليونايتد السابق: لا يمكن لكل لاعب أن يكون نجما بارزا، لكن للفوز بالدوري تحتاج لأمثال أوشي، فليتشر، ماكتوميناي أو جوليان ألفاريز في السيتي. قد لا يبدأون كل مباراة لكنهم رائعين. ماكتوميناي لا يمكن استبداله لأن قدوم لاعب جديد هي مقامرة، بينما مع ماكتوميناي فأنت تعرف ما ستحصل عليه. كلمات فيرديناند هي اختصار مثالي لوضعية صاحب 27 عام، لاعب نشأ مع اليونايتد يقاتل كل ما حمل الشعار، وفوق كل ذلك لديه من القدرات والجودة ما يكفي لإحداث التأثير، كما حدث مثلا بالموسم الماضي الذي أنهاه كثاني هدافي الفريق في البريمير ليج بسبعة أهداف من إجمالي 10 أهداف معظمها حاسم، رغم أنه ليس مهاجما ولا يلعب بشكل أساسي، ما يفسر استياء واستغراب عشاق اليونايتد من قرار بيعه، علما بأن تين هاغ طلب الاحتفاظ به، لكنه رحل بشكل مفاجئ إلى نابولي مقابل 30 مليون يورو بقرار من إدارة اليونايتد بهدف موازنة الأمور المالية بعد صفقات الشراء، من أبرزها أوغارتي في مركزه بالوسط، ولمعالجة بعض قواعد الربح والاستدامة، كما ألمح لذلك عمر برادة الرئيس التنفيذي للنادي.
ليني يورو إلى مانشستر يونايتد. منذ الموسم الماضي ارتبط المدافع الفرنسي بالانتقال إلى ريال مدريد بناء على رغبة كبيرة منه دون أن يأبه لإغراءات البي إس جي أو تحركات اليونايتد والليفربول، بل قيل أنه اتفق بالفعل على شروط عقده مع الملكي وينتظر اتفاق الأخير مع ليل حول قيمة الصفقة ليأتي ميركاتو هذا الصيف ويشهد تحركات الميرينجي أمام مغالاة ليل، حيث لم يكن النادي الإسباني مستعداً لدفع أكثر من 30 مليون يورو في لاعب سينتهي عقده صيف 2025، بينما يطلب ليل أكثر من 60 مليون يورو، ولم يرضخ لضغوطات يورو للموافقة على عرض الريال، فما كان من الأخير إلا أن طلب من صاحب 18 عاماً الانتظار حتى الصيف المقبل لضمه مجاناً، لكن اليونايتد تدخل بعرض كبير قدر ب 62 مليون يورو بخلاف المتغيرات ليحسم الأمور لصالحه، في وقت أشارت فيه بعض التقارير عن قيام ليل بتهديد المدافع الشاب بتجميده لمدة عام إذا لم يوافق على عرض الشياطين الحمر، بينما أكدت شبكة ديفينسا سنترال أن باريس قدم أيضاً عرضاً مقارباً لعرض يونايتد، لكن ليل فضل البيع لفريق خارج إنجلترا، كما أكد نفس المصدر بأن اللاعب ووكيله حصلا على وعد سري من النادي الإنجليزي بتسهيل انتقاله للريال مستقبلاً إذا عاد الأخير لمطاردته. إيفان توني إلى أهلي جدة. لطالما تواجد المدافع الإنجليزي على رادار كبار إنجلترا كأرسنال، اليونايتد، تشيلسي وتوتنهام، وكان من المنتظر تواجده مع أي منها هذا الموسم بعد تألقه مع برينتفورد قبل وبعد عودته من الإيقاف بسبب المراهنات، لكن لم يصل أي عرض ملموس سوى في الأيام الأخيرة للميركاتو، وكان من تشيلسي بعد ضياع صفقة أوسيمين، وبالتزامن مع عرض آخر وصل للاعب وبرينتفورد من أهل جدة، وبينما صبت الترشيحات في كفة البلوز باعتبار أن صاحب 28 عاماً قد يفضل البقاء في البريمير ليج حتى لا يبتعد عن الأضواء أو يخسر فرصة انضمامه لمنتخب بلاده، قرر توني اللاعب للراقي الذي فشل هو الآخر في استقطاب أوسيمين، وكان عرضه مساوياً لعرض تشيلسي ب 42 مليون يورو، لكن براتب أعلى بكثير للاعب ويقدر ب 388 ألف يورو أسبوعياً، ما جعله ثالث أعلى لاعب إنجليزي أجراً في العالم بعد هاري كين وبيلينغهام. إلكاي غوندوغان إلى مانشستر سيتي. لم يكن يتوقع أحد رحيل الألماني بهذه السرعة عن برشلونة بعد موسم وحيد، خاصة بعدما انخرط سريعا في منظومة الفريق وتجاوزت أهميته أدواره الفنية كلاعب حاسم، بل أصبح لديه دور قيادي بارز، ورأى كثيرون أن انتقاده للفريق بشكل لاذع عند خسارة كلاسيكو ذهاب الليغا بالموسم الماضي وعقب الكلاسيكو التحضيري لهذا الموسم كان يمثل جانبا إيجابيا مطلوبا لتغيير عقلية الفريق للأفضل، وحتى بعد قدوم فلايك بدأ من المستبعد رؤيته يغادر في ظل تحدثه بالألمانية ومعرفته الجيدة بالمدرب الذي عمل تحت قيادته مع الماكينات، لكن في النهاية حدثت الأمور بسرعة ليجد اللاعب نفسه مدفوعاً للرحيل بسبب التعقيدات المالية للنادي، والتي تجلت أبرز ملامحها عندما فشل في تسجيل أولمو حتى بعد انطلاق الليغا، ليصبح غوندوغان الضحية، وحينها استنجد بفريقه السابق مان سيتي، فأمن غوارديولا عودته فوراً، خاصة وأن صاحب 33 عاماً من نجومه المفضلين كما رأى فيه خياراً هجومياً ولو مؤقتاً مع رحيل ألفاريز وعدم رغبة النادي في التعجل بضم بديل، لتتم الصفقة مجاناً بعد فسخ غوندوغان لعقده مع برشلونة، ما ساعد البارسا على تسجيل أولمو فوراً. فيكتور أوسيمين إلى غالاتاسراي. لم يتوقف الحديث منذ الموسم الماضي عن اتفاق بين النجم النيجيري ونابولي على تسهيل رحيله حال وصول عرض جيد، وكان ريال مدريد، باريس، تشيلسي واليونايتد أبرز المهتمين، لكن يبدو أن تراجع أداء أوسيمين بالتزامن مع تواضع أداء فريقه ككل بالموسم الماضي كلفه الكثير، حيث انخفض حماس الأندية المهتمة مع قدوم هذا الصيف، وكانت العروض أقل مالياً مما يطلب نابولي، وما زاد الأمر صعوبة تنحية كونتي لصاحب 25 عاماً من مخططاته تماماً قبل التوجه لانتداب لوكاكو، ثم أخيراً جاء العرض الذي يلبي مطالب إدارة نابولي، لكنه كان من الأهلي السعودي، وهي الوجهة التي رفضها مهاجم سور وسط تأكيدات من وكيله بأنه يملك الكثير ليفعله في أوروبا، وفضل الثنائي التفاوض مع تشيلسي الذي تقدم هو الآخر بعرض لإدارة البارتينوبي في نفس الوقت، لكن جاء الرفض من أوسيمين
بسبب مطالبات البلوز له بتخفيض راتبه، لتتعثر كافة المفاوضات مع اتضاح الصورة بأن اللاعب لن يذهب لأي مكان وأن العطالة بانتظاره. بعدما قرر نابولي تجميده وسحب الرقم 9 منه، قرر مع ناديه اتخاذ خطوة مفاجئة بالرحيل معارا إلى غالاتاسراي مع تحمل الأخير لراتبه، واشترط أوسيمين قطع إعارته حال تلقي عرض من ناد أوروبي كبير في الشتاء، مع تخفيض الشرط الجزائي في عقده مع نابولي من 120 مليون إلى 75 مليون يورو.